كلمة لكم أكثر منها لنا نحن. فيما دار على الأقل بيني وبين محمد موعد تيوان ما لا يقل عن 20 عاما من العلاقة معه، كانت فيها حوارات وكانت فيها دردشات وكانت فيها جلسات، حاول باش نختزلها تقريبا في 6 نقاط رئيسية كان الرجل يؤكد عليها في حديثي هذا، ولعله يؤكد عليها في كامل مداخلاته ومحاضراته ومشاركاته ومساهمته السياسية. أولا، أن الديمقراطية ضرورة لمجتمع النهض ولإدارة توافقات جادة ومضمونية في وضع هش في طور التشكل على غرار الوضع التونسي. ثانيا، أن تونس الحية بنخبها ومثقفيها لا يمكن أن تعيش إلا في ظل وحدة وطنية على مشتركات أساسية. وكان موعدة يقول لي بعد عام 2012 أن الحديث عن سلطة ومعارضة على سبيل المثال كان خطأ مخيفا في تقديره، لأننا نحتاج إلى كل الطيف السياسي في تقديره لبناء الديمقراطية ثقافيا وسياسيا ومؤسساتيا. النقطة الثالثة، أن اتحاد الشغل في تقدير محمد موعد رحمه الله يبقى حجر الزاوية في البناء الديمقراطي، لكنه لاحقا وينبغي أن أقول هذا كان متخوفا من مسارات اتحاد الشغل خصوصا في عام 2013 و2012 عندما شاهد محمد موعد تلك المطلبية المتفاقمة الاجتماعية والنقبية والآلاف الإضرابات التي شنت في تونس من أجل تعطيل مسارات سياسية معينة. رابع نقطة، أن الساحة الثقافية والفكرية وهذا مهم جدا تحتاج إلى نقاش عميق بشأن إصلاح ديني كما يقول موعدة اعتبره الرجل مهما في مجتمع محافظ لمنع تغول الإسلام السياسي كما يقول وقطع الطريق أمام التطرف الذي دمر مجتمعات عديدة خلال مرحلة بنائها الديمقراطي. خامسا، أن اليسار يقول موعدة يحتاج إلى معادلة تفكير جديدة لأنه الزخم الأساسي في المشهد الثقافي والجامعي وضمن نسيج المؤسسة التربوية التونسية. وهنا كان يتحدث لي متخوفا في مرات عديدة ومنزعجا من خطاب الإقصاء في جميع الاتجاهات، يقول هذا خطر على البلاد وعلى البناء الديمقراطي. سادسا وأخيرا، نفتح ربما هنا قوس على الجانب الدبلوماسي والجانب الخارجي، كان يقول لي بصيغة طريفة لكنها مهمة تذكر بهذه الصيغة، هذه عبارته بين قوسين، كان يقول أن القلب التونسي في الجزائر وروحها في المغرب ورئتها في الجارة ليبيا. وكان يعتبر المغرب العربي هو العمق الأساسي لتونس، وتعلمون جيدا الكلمة الشهيرة للأستاذ أحمد المستيري رحمه الله زعيم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين عندما كتب في يعني كتاب صدر حول التجارب الديمقراطية في العالم العربي، كتب يقول نحن بحاجة إلى شعوب المغرب العربي والشعوب الديمقراطية في المغرب العربي أكثر من الدول ومن الأنظمة الديمقراطية. تقريبا هذه أهم ما ربما يمكن أن نقوله في كتأطير لهذه الندوة التأبينية للأستاذ محمد موعد رحمه الله. وأحيل الكلمة الآن، طبعا نرحب بضيوفنا الكرام الكل كمتدخلين وضيوف نسمعهم بعد في النقاش إن شاء الله،